نعم. ثم برعبيها قراءة فاتحة فاتحة كل ركعة إلا ركعة مسبوق. نعم. هذا الرابع، الركن الرابع قراءة فاتحة. فاتحة يعني سورة الفاتحة. كيف يقرأ؟ إما حفلا يقرأ، أو نظرا يقرأ، أو تلقينا يقرأ. على أي طريق يستطيع بهذا الطريق يجب. نعم. مثلا هذا لا يحفظ فاتحة، هذا ممكن بالنسبة إلى ذاك يكون بالنسبة إلى الحافظ، بالنسبة إلى حافظ الفاتحة أو حافظ القرآن أو حافظ السورة. أما لو كان حافلا فقراءته من حفظه أولى. لماذا؟ لئلا يشتغل بقلب الصفحات كذا وكذا وكذا، أخذ المصحف وضع المصحف. وهذا بالنسبة إلى الصلاة، يعني أعمال أجنبية، لو انتبه إلى هذه الأعمال يفوته الخشوع. لأجل ذلك لو كان حافلا وهو يقرأ من حفظه، وإلا تعتبر هذه الأفعال من مطلوبات الصلاة، حيث تكون هذه الأفعال مساعدة له لأمر مطلوب في الصلاة، يعني هذا تطويل القيام وهو مطلوب ذكرناه هو أفضل. أنا نعم. مرحبا. نعم. كأنك تسأل عن الجوالات. ماذا في هذه الأيام؟ نعم. هذا تحريف. لو كان يأخذ المصحف ويقلب صفحاته ينبغي ألا تكون هناك حركات متوالية مبطلة للصلاة، هذا واجب. لأجل ذلك هذه الحركات غير لا تكون مغتفرة، غير مغتفرة. لذلك عندما يأخذ المصحف يقلب صفحاته هناك أيضا هذا واجب. كذلك لو يعني كان المصحف رقمي، يعني ديجيتال مصحف، مصحف رقمي، وهناك يستطيع تقليب الصفحات بتحريك الأصابع، هذا تحريك بتحريك الأصابع لا يبطل الصلاة. وهذا يعني حركة يعني قليلة الآن، مثل الحك يكون. لكن لو حرك، لو يحتاج إلى تحريك كفه تماما، أو هو يحتاج لأخذ الجوال ووضعه بعد القراءة، يحتاج إلى إما يضع في كيسه ويأخذ يخرج من كيسه من جيب قميصه، هكذا يحتاج إلى حركات. هناك ينبغي أن يحترز من الحركات الكثيرة التي تبطل صلاته، إلا تبطل الصلاة. أيا كان، لو كان حافلا يحفظ في صدره فأولى له أن يحفظ من صدره، وإلا يستطيع يعني تماما في فرض وسنة. وهنا نقول يعني القدر الواجب في قراءة الفاتحة. وهذا رجل ليس حافلا، وليس عنده أو لا يجيد القراءة لأن يقرأ الفاتحة نظرا، فلو وجد من يلقن الفاتحة يجب عليه قراءة الفاتحة تلقينا. فإذا ممكن وهو يحتاج إلى إيتاء الأجرة لهذا الملقن، لو كان أجرة مثل يجب عليه أجرة المثل حتى يلقن، أو يعني هو يستمع إلى جواله هو يفتح هذا صوت مقطع للفاتحة في جواله ثم يستمع ثم يقرأ معه، هذا أيضا يعني هذا أيضا واجب من إمكانية قراءة الفاتحة هذه الطرق كلها. فإذا ينبغي أن يقرأ على أي طريق كان، هذا واجب. نعم. قراءة فاتحة فاتحة كل ركعة. نعم. نعم. فإذا هذه قراءة الفاتحة الركن الرابع للصلاة، على أي طريق يستطيع يجب القراءة. نعم. ثم في كل ركعة هذا واجب في قيامها،
من كل ركعتنا الركعت عبارة من القيام إلى 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 السجود. فإذا لو ذكر يعني كل ركعة لا يتعين موضع قراءة الفاتحة، لذلك قال في قيامها. نعم في قيام يعني أو ما يقوم بمقام القيام، القعود وبالالتجاع وبالاستلقاء وهكذا، ذكرنا صور كثيرة. نعم لخبر الشيخين رحمهما الله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أي في كل ركعة إلا ركعة مسبوق. نعم هكذا خبر الشيخين لا صلاة، هذا نفي الصلاة، هذا نفي ذات الصلاة، لكن كما قلت أمس هذا أقرب إلى نفي صحة الصلاة، لذلك حملوا هذا النفي على نفي صحة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فاتحة الكتاب يعني سورة فاتحة الكتاب. نعم وهذا يدل على أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. ثم أي في كل ركعة، هذا في الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ليس فيه يعني الدلالة الصريحة على أن قراءة الفاتحة واجبة في كل ركعة، لكن وهذا مستنبط من حديث آخر، يعني الحديث حديث مشهور بحديث مسيء الصلاة، حديث مسيء الصلاة هكذا حديث، يعني حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد جاء رجل وصلى، جاء رجل وصلى ثم بعد ذلك جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، حينما سلم عليه رد عليه السلام وقال اذهب تصلي وأنت ما صليت، هكذا يعني أمره أن يصلي يعني مرتين أو ثلاث مرات. فإذا في المرة الثالثة هو سأل كيف أصلي، أنا لا أحسن غيره، هكذا استفسر. فإذا بيّن لهذا الرجل كيفية الصلاة، هناك بيّن أن يقرأ في كل ركعة، من ذلك استنبط هذا. نعم ثم بعد ذلك هذا قراءة الفاتحة مروية عن 22 صحابي، مروية قراءة الفاتحة مروية عن 22 صحابي إلا ركعة مسبوق. فإذا بالنسبة إلى ركعة مسبوق لا يجب عليه قراءة الفاتحة، فهذا قراءة الفاتحة واجبة في كل ركعة للمنفرد وللإمام وللمأموم جميعا عندنا، أما عند سادة الحنفية هذا المأموم لا يجب عليه القراءة، بل قراءة الفاتحة وراء الإمام إساءة عندهم، إساءة هذا يعتبر إثما. نعم استدلوا بحديث القراءة وراء، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القراءة وراء الإمام فقال ليس شيء هكذا أو كما وردنا، فلا عندهم يعني يتحملها الإمام إلا ركعة مسبوق فلا تجب عليه فيها، لا يجب على المسبوق فيها يعني في ركعة المسبوق، حيث لم يدرك زمنا يسع الفاتحة من قيام الإمام، هذا معنى المسبوق. من هو المسبوق؟ من لم يدرك زمنا يسع الفاتحة مما من قيام الإمام، يعني هو أحرم بعد ذلك لم يكن للإمام مقدار من قيامه يستطيع أن يقرأ المأموم فاتحته من هذا الوقت في هذا الوقت، فهذا هو المسبوق. ثم السبق لا يكون في الركعة الأولى فقط كما وهم بعض الناس، بعض الناس وهموا يعني أن هذا يكون في الركعة الأولى فقط، ليس في الركعة الأولى، يمكن هذا السبق كون الرجل مسبوقا في الركعات كلها، وهذا الذي يقول فيما بعد ولو في كل الركعات،
ممكن هذا الرجل أولا جاء متأخرا لأجل ذلك صار مسبوقا ثم في الركعة الثانية والثالثة والرابعة في كل ركعة مسبوق لا يجب عليه قراءة الفاتحة في هذه الركعة كلها ثم لو وجد يعني زمنا يقرأ بعد الفاتحة يجب عليه قراءة بعد الفاتحة لا يجب عليه قراءة تمام الفاتحة هذا سورة أخرى ثم لسبقه في الأولى فإذا كيف يكون مسبوقا في كل الركعة هذا الذي يبين لسبقه في الأولى الإمام صانع سابقا في الركعة الأولى يعني هو جاء متأخرا ثم كيف يكون في الركعة الثانية والثالثة والرابعة هذا الذي يقول وتخلف الموموم عنه الموموم تخلف عن الإمام لماذا تخلف بزحمة يعني كان الصف مزعوم لذلك ما استطاع أن يسجد وأن يركع مع الآخرين فإذا هو قام قياما إلى أين؟ إلى أن يقوم من بجانبيه بعد فراغهما من السجود الثاني يعني بعد أن قام إلى الركعة الثانية هو ذهب للركوع ثم رجع إلى الاعتدال ثم سجد ثم جلس ثم سجد ثم من السجود الثاني حينما ارتفع وجاء إلى الركعة الثانية فورا إمام ركع صار مسبوقا في الركعة الثانية هكذا وقع في الركعة الثالثة والرابعة كلها إلي زحمة أو نسيان ممكن هو نسي الصلاة هو قام هذا هائما ثم يعني مثلا هو في السجود إما نام أو يعني نسي وهكذا أو بطيء حركة أو هو هذا الرجل يعني بطيء القراءة بسبب واحد من هذه الأسباب تخلف فلم يقم من السجود في كل ركعة مما بعدها إلا والإمام راكع إلا والإمام راكع يعني هو لم يجد وقتا لشيء من القراءة لبعض القراءة ولا لتمام القراءة فيها لا يجب عليه فيتحمل الإمام المتطهر في غير الركعة زائدة الفاتحة أو بقيتها عنه متى يتحمل الإمام لو كان متطهرا فإذا لو علم بعد صلاته أن هذا الإمام ما كان متطهرا بل كان محدثا فإذا يجب عليه إعادة صلاته لماذا لم يتحمل فاتحته في غير الركعة الزائدة كذلك لو كان هذا الإمام صلى ركعة خامسة في هذه الركعة الخامسة جاء رجل واقتدى به ثم بعد صلاته هو علم أن الصلاة كان في الركعة الخامسة فإذا لم يتحمل هذه الفاتحة أو بقيتها يعني لو لم يقرأ من الفاتحة شيئا يتحمل تمامها أو وجد يعني لقراءته إلى مالك يوم الدين فإذا قرأ فإذا يتحمل الباقي ولو تأخر مسبوق لم يشتغل بسنة هكذا صار الرجل مسبوق هل يشتغل بسنة لا يشتغل بسنة لإتمام الفاتحة فلم يدرك الإمام إلا وهو معتد لغت ركعته يعني هذا المسبوق لم يشتغل بسنة هذا ليس الجواب جواب يعني لو تأخر هذا شرط جوابه لغت ركعته لم يشتغل بسنة هو صفة للمسبوق مسبوق يعني صار تأخر مسبوق معناه رجل صار مسبوقا ثم ماذا فعل هو لم يشتغل بسنة يعني بعد تكبيرة الإحرام لم يقرأ يعني دعاء الافتتاح كذا وكذا لماذا لم يشتغل بسنة لإتمام الفاتحة هكذا أراد أن يتم الفاتحة لم يشتغل بسنة فلم يدرك الإمام إلا وهو معتدل لكن لم يدرك الإمام إلا وهو ثم لماذا تأخر هذا المسبوق الذي لم يشتغل بسنة وتأخر لإتمام الفاتحة
يعني هو جاء وكبر تكبيرة الإحرام ثم هو بدأ قراءة الفاتحة من بسم الله الرحمن الرحيم حينما وصل إلى الرحمن الرحيم ذكر ركع الإمام فإذا هذا الرجل يقوم هناك يتم الفاتحة قبل تمام الفاتحة أو أتم الفاتحة قبل ذلك ارتفع الإمام من ركوعه فلم يدرك الإمام إلا وهو معتدل صار معتدلا يعني بعد اتمام هو تأخر لماذا لأجل اتمام الفاتحة هو أراد أن يتم الفاتحة هذا كان ما كان واجبا عليه هذا الاتمام بل يتحمل الإمام لكن مع ذلك هو أراد أن يتم الفاتحة ثم يلتحق مع الإمام يدرك الإمام لكن لم يوفق لهذا الاتمام بل لم يدرك الإمام إلا وهو راكع إلا وهو معتدل ماذا يحدث لغت ركعته ما معنى لغت ركعته فإذا بعد ذلك هو لا يركع بل يتابع الإمام ثم يأتي بركعة بعد سلام الإمام هذا معناه لو ذهب راكعا تبطل صلاته هذا معنى لغت ركعته ثم مع بسملة وهذا القراءة يعني قراءة الفاتحة كل ركعة مع بسملة يجب قراءة البسملة أي مع قراءة البسملة فإنها آية منها يعني البسملة آية من الفاتحة لذلك لا يجوز تركها لأن كيف ثبت أنها آية منها لأنه صلى الله عليه وسلم قرأها ثم الفاتحة أولا قرأ البسملة ثم قرأ الفاتحة معناه ثم قرأ بقية الفاتحة يعني الحمد لله رب العالمين هكذا قرأ ثم بعد القراءة وعدها آية منها بعدها قال النبي صلى الله عليه وسلم البسملة آية من الفاتحة وإن لم يعد لا يثبت هذا يعني بقراءته أولا البسملة ثم بقية الفاتحة وبهذه القراءة لا يثبت أن البسملة آية من آيات الفاتحة بل بأي شيء يثبت بعده آية منها وهذا الذي قال هذا قال الإمام ابن حجر رحمه الله هذا الحديث في فتح الجواد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأتم الفاتحة فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم إلى آخره هكذا قال فإنها أم القرآن والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها هكذا قال بسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها هكذا عدها آية من آيات الفاتحة لذلك صار لو كان آية منها يجب هذا أيضا وكذا من كل سورة غير براءة من كل سورة غير براءة أنا مرحبا نعم الجهر بالبسملة نعم هذا الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم صريح يعني هذا كان يجهر بالفاتحة وهكذا يعني يجب لم دليلين أولا ذكرنا يعني أن البسملة آية منها ثم بعده كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالفاتحة ومن ضمن هذا الجهر هذا جهر البسملة أيضا وهكذا وكذلك هنا قال يعني يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فإنها أم القرآن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هكذا إلى آخر الآية إلى آخر سورة الفاتحة هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال فإنها أم القرآن والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها ومعنى هذا الحديث حيث تجهرون بالفاتحة تجهرون بالبسملة وحيث يشرع الإخفاء يعني عدم الجهر بالفاتحة يشرع عدم الجهر بالبسملة أيضا نعم فإذن هذا دليل الجهر بالفاتحة عندنا دليل الجهر للبسملة أيضا نعم
يسرون يعني من الأئمة قال به من يقول بأن البسملة ليست آية من الفاتحة. هذا الخلاف في الأصل هكذا، البسملة هل هي آية من الفاتحة وكذلك هل هي آية من كل سورة، هكذا خلاف. فإذا بعض من العلماء قالوا هذه سورة آية من سورة الفاتحة فقط وليست آية من سائر السور، هكذا خلاف. وأما عندنا هذه آية في سورة الفاتحة وفي سائر السور جميعا إلا سورة البراءة، هذا هو الراجح عندنا. ثم بعض مثل الحنفية والحنبلية، حنبلية ومالكية، نعم، هم قالوا ماذا؟ أن البسملة ليست آية من الفاتحة، ثم يبسمل على طريق السنة فقط، فإذا يكون حكم البسملة حكم دعاء الافتتاح عندنا. دعاء الافتتاح يقرأ سرا، كذلك من يقول بأن البسملة ليست آية من الفاتحة يقولون بإصرار البسملة، هكذا عندهم. هذا هو يعني الخلاف الصحيح من علماء أهل السنة بين المذاهب. أما في زمننا يعني بعض المبتدية هم يقولون كذا وكذا وكذا، لا أصل لدعواهم. ومن علماء أهل السنة من قال بأن البسملة ليست آية من الفاتحة يستدلون ببعض الأحاديث، يعني أحاديث واردة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض الروايات وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الحمد لله رب العالمين، قرأ الحمد لله رب العالمين. فإذن هم يستدلون قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء بالحمد لله رب العالمين، ما قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، أو ما أتى بالبسملة، إما ما أتى بالبسملة أصلا أو أتى بالبسملة سرا. على كل حال هذا يدل على أن البسملة ليس آية من الفاتحة، هكذا يستدلوا. لكن التأويل مثل هذه الأحاديث عند الشافعية رضي الله عنهم أن معنى قوله، قول الصحابي قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين، معناه قرأ سورة بدايتها الحمد لله رب العالمين، هكذا السورة يذكر باسمها وبالآية الأولى منها. مثلا نقول سورة تبارك، سورة تبارك اسمه سورة الملك، مع ذلك نقول سورة تبارك، ورد في الأحاديث أيضاً سورة تبارك. ثم وكذلك يعني سورة الواقع الرحمن كذا كذا سؤال، كذلك ورد يعني قل هو الله أحد، هكذا يقال، يعبر عن هذه السورة كذلك يعبر عنه باسمها، يعني بسورة الإخلاص وكذلك. فإذن هكذا طريقان. فإذن قول الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الحمد لله رب العالمين معناه أنه قرأ سورة أولى آيات، لا يبتدأ بأي شيء بالحمد لله رب العالمين، ليس هذا لنفي البسملة من آي الفاتحة لذلك. يعني لو قرأ بسم الله الرحمن الرحيم لم تتميز هذه السورة عن سائر السور، لأجل ذلك قال يعني كما نقول تبارك قل هو الله أحد وهكذا، كذلك نقول سورة تبت، سورة تبت ليس اسمها هذا، ثم وسورة المسد هكذا. يعني أول هذه الحديث ساداتنا الشافعية، نعم. ثم بعده ومع تشديدات فيها هناك، نعم. فإذن قراءة الفاتحة مع البسملة
ثم مع تشديدات فيها، يعني قراءة الفاتحة واجبة مع تشديدات. فإذا ينبغي ألا يفوته شيء من التشديدات، ألا يترك شيئا من التشديدات، هذا واجب على المصلي. ثم كم شد تشديدا في الفاتحة، هذا الذي يقول وهي 14، يعني 14 شدة في الفاتحة. ثم يذكر علة وجوب مراعاة التشديدات، لأن الحرف المشدد بحرفين، يعني الحرف المشدد في الحقيقة حرفان، يدغم حرف ساكن في حرف متحرك، هكذا يكون الحرف المشدد. فإذا لو لم يراعي هذه التشديدات، ما معناه؟ يعني هو خفف حرفا مشددا، لم يراعي التشديد معناه هو خفف حرفا مشددا. لو خفف ماذا يكون مصيره؟ بطل منها حرف، يبطل منها يعني من هذا الحرف المشدد أو من التشديدة، يبطل منها يعني بطل منها يعني بطل من التشديدة حرف واحد. بطل من الفاتحة حرف كأنه بطلت الفاتحة، لو بطلت الفاتحة كأن صلاته باطلة، يعني هذا الرجل كأنه لم يصلي. هذا ممكن يعتبر هذا أمرا بسيطا، تخفيف حرف مشدد، لكن عافته عليم، يعني كأنه لم يصلي. ثم كما ورد في الحديث، يعني رجل رؤية في زمن الصحابة أخل ببعض شروط الصلاة، إذن قيل له كأنك لم تصلي، يصلي مخلا ببعض الشروط، قيل له كأنك لم تصلي، كذلك هذا الرجل أيضا يخل بتشديدة من الفاتحة فقط، يعني خفف حرفا مشددا فقط، لكن كأنه لم يصلي. ومع رعاية حروف فيها، يجب أن يعني التشديدات، وهذا التشديدات من جملة الحروف. ثم بعده قال مع رعاية حروف فيها، يعني الفاتحة رعاية، بعده يقول ومخارجها، يعني رعاية مخارج الحروف أيضا. إذن رعاية الحروف معناه ألا يحذف حرفا من الحروف، بل يأتي بجميع الحروف. هذه هي الحروف يعني غير المشددات، لأن أمر الحروف المشددة قد سبق، فإذا هذه الحروف غير المشددة. نعم. وهي كم حروف الفاتحة على قراءة مالك بلا ألف؟ هناك قراءتان، مالك يوم الدين ومالك يوم الدين. على قراءة مالك يوم الدين يزيد حرف بحذف ألف، يعني بلا تعداد ألف من جملة الحروف. كم حرفا؟ 141 حرفا، هكذا. ثم بعده يقول ومع تشديداتها، فإذا علم أن هذا التعداد الأول بإسقاط التشديدات، هذا الذي قلت يعني مع رعاية حروف، يعني هذا في حق غير الحروف المشددة. فإذا يأتي بكل حرف حتى لا يسقط منه شيء من الحروف. ومع التشديداتها، عندما ذكر مع تشديداتها، هل باعتبار
حليف مالك أو على قراءة مالك، وهذا أيضا على قراءة مالك بدون الألف. 155 حرفا، نعم يزيد 14، 155. لو اعتبرنا حرف ألف مالك يكون 156 حرفا هكذا. هذا سقوط الحرف، عدم رعاية الحرف من الفاتحة مثاله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لو قرأ هكذا يسقط ميم واحد. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لو قرأ هكذا لا هو ينطق بميم واحد، هناك ميمان، الرحمن الرحيم مالكي هكذا لو وصل يجب عليه كسر الميم. ثم كذلك يمكن يسقط الهمزة من إياك، مالك يوم الدين إياك، مالك يوم الدين إياك هكذا لو قرئ تسقط الهمزة من إياك، فهذه الهمزة همزة قطع يجب النطق بها وصلا ووقفا. فإذا هكذا ممكن أمثلة لعدم رعاية الحروف. ثم ومخارجها، عندما يأتي بجميع حروف الفاتحة يجب عليه أن يأتي من مخارجها، يعني بدون تغير في المخرج يجب الاتيان وإخراج هذه الحروف كلها من مخارجها، هذا أمر آخر. فإذا قول المصنف مع تشديدات ورعاية حروف ومخارجها، هذه أمور ثلاثة. ثم أي الحروف كمخرج اللاد وغيرها. ثم أتى المصنف بهذا المثال لأن كثيرا من عامة الناس لا يجيدون نطق اللاد كما ينبغي، بل يندقون يندق بعضهم اللاد لاء باللاء، لأجل ذلك هو أتى بهذا المثال كمخرج اللاد وغيرها. فلو أبدل قادر أو من أمكنه التعلم ثم ترك التعلم، ماذا أبدل؟ أبدل حرفا بآخر، هذا إبدال الحرف بآخر معناه، وأخرج هذا الحرف من غير مخرجه، هذا هو الإبدال، بل أخرج من مخرج حرف آخر. لو أبدل قادر، قادر يعني هو يعلم أيضا. أما الرجل الثاني من أمكنه التعلم حرفا بآخر، يعني هذا الرجل جاهل ليس له قدرة، مع ذلك هل يعذر؟ لا يعذر. لماذا؟ كان بإمكانه التعلم ثم ترك التعلم، لذلك هو مقصر، لو كان مقصرا لا يعذر. ولو لادا بلاء، وهذا التبديل أولا عمّم، لو أبدل حرفا بآخر أي حرف كان، ثم أتى بغاية ولو لادا بلاء، هذا للرد، يعني بعض العلماء أرخصوا في إبدال عامة الناس لادا بلاء، في هذا الإبدال رخص، لذلك ردا عليه قال المصنف ولو لادا بلاء أو لحنا لحنا يغير المعنى، أضاف إلى هذه المسألة مسألة أخرى حكمهما واحد. في الحقيقة هذه المسألة الأولى، يعني مسألة الإبدال، هو الذي يتفرع من قول المتن ومخارجها، أضاف إليه الشارع مسألة أخرى لحنا لحنا، أي لحن هذا؟ يغير المعنى، اللحن يعني الخطأ في حركات الكلمة وسكناتها. نعم، أولا هذا إبدال حرف، ثم ثانيا يعني لحن، أخطأ أو غير
حركة من حركات الكلمة أو سكناتها. كيف هذا اللحن يغير المعنى؟ يعني لحن لحنان أحدهما يغير المعنى والآخر لا يغير المعنى، المصنف يبينهما. فهذا الأول لحن يغير المعنى، مثاله كسري تاء أنعمت أو لمها، يعني صراط الذين أنعمت عليهم، هكذا التاء مفتوحة. لكن رجل ماذا فعل؟ قرأ بكسر التاء وقرأ أنعمت أو لمها، يعني قرأ أنعمت. في الصورتين يتغير المعنى. في الأصل هذه الكلمة خطاب لله تعالى أنعمت، لو قال أنعمت أو أنعمت يتغير المعنى. لماذا؟ هذا أنعمت وخطاب للمذكر، وأنعمت بكسر التاء هو خطاب للمؤنث، تغير المعنى. ثم وفي أنعمت ليس خطاب بل هناك يعني صيغة التكلم، هكذا يتغير. ومع ذلك الخطابات لله تعالى كلها بصيغة المذكر، ومع ذلك لا يعتبر هناك التذكر بصيغة المذكر، التذكير لا يعتبر. يعني الله تعالى منزه عن الذكورة والأنوثة، ومع ذلك يعني يؤدى الخطاب مع الله تعالى بصيغة المذكر لأنها صيغة أصلية، المذكر هو الأصل، المؤنث يتفرع منه، فإذا بهذه الصيغة الأصلية تؤدى الخطابات مع الله تعالى. ليس ذلك باعتبار الذكورة في حق الله تعالى، لأنه تعالى منزه عن الذكورة والأنوثة. نعم. فإذا هذا يعني لا يكون هكذا عند الخطاب بالتأنيث، فهذا يعني يوهم الأنوثة في حق الله تعالى. نعم. فإن تعمد ذلك نعم كسرك أو مثال آخر، وكسرك في إياك لا لمها، يعني لو كسر قرأ كلمة إياك بكسر الكاف يعني قرأ إياك، هذا نفس الخطأ في يعني أنعمت وأنعمت. إياك خطاب للمؤنث فيه محذور، أما إياك كذلك أنعمت ليس فيه المحذور، محذور يعني إيهام الجنسية، الجنس في حق الله تعالى الذكورة والأنوثة. نعم. لا لمها في التاء من أنعمت، أنعمت النطق بلم التاء أيضا محذور، فيه حرج يغير المعنى. لو لم كاف إياك وقرأ إياك، هذا لحن لكن لا يغير المعنى، لذلك قال لا لمها. ثم وحكم هذا اللحن سيأتي أنه يحرم ولا يبطل الصلاة، وهنا يبطل الصلاة، هذا الذي يقول، هكذا فرق بين اللحنين، اللحن الذي يغير المعنى يبطل الصلاة، اللحن الذي لا يغير المعنى لا يبطل الصلاة. هذا الذي يقول فإن تعمد ذلك، يعني الإبدال واللحن كلاهما، وعلم تحريمه كيف أتى بهذا الإبدال أو اللحن عالما حرمته بطلت صلاته، عندئذ بطلت صلاته. نعم. وإلا في قراءته، يعني لو لم يكن عالما بالتحريم ولا يعلم أنه تحريم حرام، بل هو يعلم هذا تاء أنعمت بالفتح ليس باللم ولا بالكسر، لو كان لو لم أو كسر يغير المعنى، هذا يعلم. كذلك في إياك أيضا، ويعلم الكاف مفتوح
في القرآن ليس بالضم ولا بالكسر، لو كسر يعني يغير المعنى، هذا يعلم، لكن لا يعلم حكمه، يعني هل هو حرام أو كراهة أو مباح، هذا لا يعلم. عندئذ يبطل قراءته لتلك الكلمة فقط. قراءته يعني ليس قراءة الفاتحة بل قراءة هذه الكلمة فقط، فيجب عليه إعادة هذه الكلمة. يعني لو أعاد هذه الكلمة على الصواب ثم تصيح صلاته. أما من كان عالما بتحريمه تبطل صلاته. لماذا؟ هذا مؤاخذة عليه، لأنه يعلم التحريم ثم بعد ذلك أتى بهذه الجريمة وأبدلها، فإذا مؤاخذة عليه تبطل صلاته، فلا يكفي إعادة هذه الكلمة على الوجه الصحيح، بل يجب عليه إعادة الصلاة من أولها. وإلا فقراءته نعم إن أعاده على الصواب، يعني أعاد هذه الكلمة على الصواب قبل طول الفصل كمل عليها، كمل عليها يعني يبني على ما مضى من القراءة، لأنه ما فاتته الموالاة أيضا، لأنه أعاد يعني قبل طول الفصل. ثم لو طال الفصل يجب عليه استئناف الفاتحة فقط بالنسبة إلى حق هذا الرجل الثاني. ثم وهذا الإبدال حكمه، هذا لو كان الإبدال صادرا من قادر أو من أمكن التعلم، هكذا ذكرنا. إذن لو وقع هذا الإبدال من عاجز لم يمكنه التعلم، أو يعني عاجز بسبب عقدة في لسانه، عيب في لسانه، هكذا، فلا تبطل قراءته مطلقا. فتبطل قراءته مطلقا معناه عالما بالتحريم أو ليس عالما بالتحريم، يعني هو يعلم أن هذا حرام ومع ذلك ما أمكن التعلم، عدم تمكن التعلم. لماذا؟ لأنه قريب عهد بالإسلام، يتنقل الإسلام عن قريب، أو هو بعيد عن العلماء، لذلك تعذر عليه التعلم فتصيح قراءته. وكذا لاحن لا يغير المعنى، اللحن السابق لاحن يغير المعنى، فاللحن الذي لا يغير المعنى ماذا حكمه؟ هذا هو. وكذا لاحن أتى بلحن واللحن لا يغير المعنى، كفاتح دال نعبد، أو يعني في إياك، هو لما كاف إياك وقرأ إياك نعبده، أو ماذا فعل؟ وقرأ بفتح دال نعبد، يعني إياك نعبد. لكنه إن تعمد حرما، لو كان هذا صادرا منه مع العمد والقصد، يعني ليس واقعا ولا صادرا بنسيان أو بسبق لسان، ممكن يسبق اللسان إلى اللم هكذا أو إلى الفتح هكذا أو إلى الكسر، يعني هذا لو كان بطريق سبق اللسان فلا يحرم، وإلا كره، يعني لو لم يكن عامدا بل يكره. لماذا؟ لو كان ناسيا أو سبق لسان يكره. لماذا؟ لأن منه نوع تقصير، ينبغي أن يتحذر من سبق اللسان، وكذلك ينبغي أن يتحذر من النسيان، لكن هو ترك هذا التحذر، لأجل ذلك يحكم عليه بأنه مكروه. ثم وهذا الإبدال يعني لو لم يكن طبيعة يوجد في طبيعة بعض الأقوام، يعني هذا الإبدال أو نوع إبدال ليس إبدالا تاما، مثلا المصريون اليمنيون عادة يندقون الكاف قافا، هكذا قاف يعني شبيها بقاف في اللغة الفارسية، هذا قاف عندهم ليس كافا ولا قافا،
بل بينهما، ماذا حكمه؟ هل يكون هذا من جملة هذا الإبدال إما يكون حراما أو يكون مبطلا للصلاة أو يكون مباحا؟ هذا الذي يبين بعده. ووقع خلاف بين المتقدمين والمتأخرين في الحمد بالهاء، يعني ليس بالحاء، هو جاء هو أبدل الحاء بالهاء، وفي النطق بالقاف المترددة بينها وبين الكاف، يعني رجل نطق بالقاف، وهذا القاف ليس قافا صحيحا ولا كافا بل بينهما، وقاف نعم، يعني قاف يخرج هذا القاف من الموضع الذي فوق مخرج القاف والكاف هكذا، يعني من موضع من الحنك فوق مخرجهما يكون هناك قاف، وهكذا خلاف. ثم وجزم شيخنا في شرح المنهاج بالبطلان فيهما، يعني في الحمد لله وكذلك اهدنا الصراط المستقيم، هكذا يقرأ بعض الناس. ثم وكذلك بعض الهنود وكذلك بعض أهل فارس، يعني لغتهم الفارسية أصلا، وهؤلاء القوم ينطقون اللاد زاء، اللاد واللاء هم يقرؤون ولا الظالين ليس اللاد، فهكذا. فإذا هذا الخلاف يأتي هنا قائلا، الإمام ابن حجر رحمه الله جزم في شرح المنهاج بالبطلان فيما يكون باطلا إلا إن تعذر عليه التعلم قبل خروج الوقت، يعني لو تعذر عليه التعلم متى؟ قبل خروج الوقت، فإذا هو يقرأ هكذا ثم يتعلم، لا يترك الصلاة ولا القراءة، فقراءته وصلاته صحيحة لتعذر التعلم عليه. ثم جزم شيخنا هكذا، حينما يعبرون بالجزم ما معناه؟ يعني ذكر قولا واحدا فقط لم يتعرض إلى الخلاف، هذا معنى قولهم جزم جزما. لو عبروا عندما ينقل قول آخر أنه جزم، معنى الجزم ألا يروي يعني ينقل خلافا في هذه المسألة بل ينقل قولا واحدا، لكن جزم بالصحة في الثانية شيخه زكريا، زكريا الأنصاري رحمه الله ماذا جزم في الثانية؟ في الثانية يعني في النطق بالقاف المترددة بين القاف والكاف، هو يعني جزم بالصحة، أما في الأولى عنده أيضا يبطل. وفي الأولى القاضي وابن الرفاعة رحمهم الله جميعا، يعني جزم في الأولى بالصحة من قاضي عيال ابن الرفاعة هكذا، يعني هؤلاء اختلفوا، هذا الذي قال ولو خفف قادرا. عند الإمام ابن حجر رحمه الله هذا، يعني عند الإمام محمد الرملي رحمه الله مثل ما قال زكريا الأنصاري رحمه الله، يعني يصيح في القاف لا يصيح في الهاء، يعني في الحمد لله لا يصيح هكذا. ثم عند الإمام محمد الرملي وخطيب الشربيني جميعا يعني يصيح. ثم ولو خفف قادرا، قادر قادر، أو عاجز مقصر مشددا كأن قرأ الرحمن بفك الإدغام بطلت صلاته إن تعمد وعلم، وإلا فقراءته لتلك الكلمة، يعني هذا مسألة فك الإدغام، يعني هذا أيضا حكم يتعلق بحرف مشدد،
لكن ليس الذي سبق، هناك تخفيف أن بحذف حرف، وهنا لا يحذف الحرف بل هو يأتي بحرفين جميعا. لكن كيف يأتي؟ بفك الإدغام. ينطق بحرفين جميعا، ليس على صورة التشديد بل على صورة التخفيف، يعني حرفا حرفا على حدة. هكذا خفف قادر أو عاجز مقصر. عاجز مقصر يعني أمكنه التعلم ولم يتعلم. ماذا خفف؟ مشددا، كأن قرأ الرحمن بفق الإدغام. بطلت صلاته متى؟ إن تعمد وعلم، وإلا فقراءته لتلك الكلمة. فإذا هنا أيضا أنا أقول كما ذكرنا سابقا، لو أعاد على الوجه الصواب يبني على ما مضى من القراءة هذا الرجل الثاني. أما من تعمد وعلم بطلت صلاته مؤاخذة على تقصيره. نعم. ثم ولو خفف إياك عامدا عالما معناه كفرا، وهذه هي المسألة داخلة في قوله أول وتشديداتها. إذن لو خفف كلمة إياك هناك محذور آخر غير ما سبق، هذا الذي يبين هنا، يعني عامدا عالما معناه كفرا. لماذا؟ يعني هو قرأ إياك إياك ويكفر، يعني هذا من أسباب الردة. لماذا؟ لأنه ضوء الشمس، معنى إياك ضوء الشمس. فإذا كأنه يقول أنا أعبد أو نعبد ضوء الشمس والعياذ بالله. فإذا يكفر لو كان عالما معناه، وإلا سجد للسيف، يعني لو لم يكن عالما بمعناه ليس عامدا بل يعني هكذا خفف بدون عمد، يعني سهوا خفف. فإذا يسجد للسهو. لماذا؟ فهذا سبب يبطل عمده. فإذا ما رجل أتى في صلاته ما يبطل عمده سهوا أتى به يسجد للسهو، هذه قاعدة عامة. ثم انطلاقا من تلك القاعدة هنا أيضا يسجد للسهو في آخر صلاته. ثم ولو شدد مخففا، هذا على العكس. حتى الآن هو بيّن يعني تخفيف المشدد، فهذا مسألة تشديد المخفف على العكس. صح وحرم تعمده، يعني قراءة لا تكون باطلة بل يحرم تعمد هذا التشديد للحرف المخفف. هناك نظير له أيضا، كوقفة لطيفة بين السين والتاء من نستعين، بعد لزيادة التحرز والرعاية في القراءة. ماذا يفعلون؟ وهم يأتون بوقفة يسيرة بين السين والتاء من كلمة نستعين، يعني هذه كلمة واحدة. يجل ذلك ينبغي أن ينطق بجميع حروفها متوالية بدون وقفة بين الحروف، ينطق نستعين. فإذا لو وقف وقفة يسيرة لطيفة ونطق نستعين هكذا، وهذا يحرم. نعم. لو تعمد. ثم ومع رعاية موالاة فيها، كذلك يجب أن الموالاة بين كلمات الفاتحة وآياتها، هذا الذي قال مع رعاية اعتبار موالاة. ثم فيها الفاتحة بأن يأتي بكلماتها على بلا يعني متوالية، بألا يفصل بين شيء منها وما بعدها بأكثر من سكتة التنفس أو الأي، يعني سكتة التنفس هو السكتة الوقفة اللطيفة السابقة، يعني لا حاجة إلى التنفس بالفعل حقيقة بل يعني هذا مقدار سكتة التنفس. لو صمت بين كلمتين
بهذا المقدار فاتته الموالاة. فإذا يجب عليه أن يستأنف الفاتحة من قوله بسم الله الرحمن الرحيم مع إعادة التعوذ أيضا، فإذا يستأنف من قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هكذا من سكتة أبي العي. العي يعني التوقف أثناء القراءة، يعني التوقف الطبيعي، ولا يستطيع أن ينطق، أن يأتي يعني النطق توقف عليه بسبب من الأسباب، يعني سبب طبيعي هكذا. ثم لو كان هذا لا تفوته الموالاة، فيعيد قراءة الفاتحة بتخلل ذكر أجنبي. ثم لو سكت أكثر من سكتة التنفس أو العي يبطل الموالاة، هذا ذكر. فإذا هو يأتي بأمثلة لفوات الموالاة ثم يذكر حكمه أيضا. فيعيد قراءة الفاتحة، يعني يستأنف الفاتحة بتخلل ذكر أجنبي لا يتعلق بالصلاة فيها، أي ذكر كان، وإن قل كبعض آية من غيرها، من غيرها يعني من غير الفاتحة أو من الفاتحة، لكن هو غير الترتيب، يعني هو بعد أن قرأ آية إياك نعبد وإياك نستعين بعد ذلك هو أتى بمالك يوم الدين مثلا، هو نطق مالكي، فإذا يجب عليه الرجوع إلى تلك الآية. نعم. لا يتعلق بالصلاة فيها، يعني تخلل، أين هذا الذكر الأجنبي تخلل؟ تخلل في الفاتحة، هذا قوله فيها، كلمة في تتعلق بتخلل، فإذا بتخلل ذكر أجنبي، ما معنى الأجنبي؟ لا يتعلق بالصلاة، فيها يعني في الفاتحة تخلل هذا الذكر، يعني أثناء الفاتحة نطق. وإن قلق كبعض آية من غيرها وكحمد عاتس وإن سن فيها كخارجها كذلك عتس رجل. فإذن هو أتى بذكر مسنون للعتاس وقال الحمد لله، كان ذلك أثناء قراءة الفاتحة. ثم أو يعني أجاب المؤذن. نعم. فإذا هذا مثال لتخلل ذكر أجنبي. أولا ذكر مثال كبعض آية من غيرها، ثم ثانيا ذكر كحمد عاتس، وكذلك مثال آخر ذكره في النهاية والمغني، يعني كإجابة مؤذن وسميع الأذان في القراءة، كان يعني يقرأ الفاتحة، إذن أثناء الفاتحة أجاب المؤذن، لكن هذا إجابة المؤذن بغير صيغة الخطاب عند التثويب في أذان الصبح، لو قال صدقت وبرزت في الجواب تبطل صلاته، والخطاب لا يجوز لأحد في الصلاة إلا يعني الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، يعني بقوله السلام عليك أيها النبي، وغير هذا الخطاب ليس بجائز. فإذا هذا مثال في غير هذا الجواب. ثم وإن سن فيها، هذا تشميت، لا يعني حمد عاتس، حمد العاتس مسنون فيها معناه في الفاتحة كخارجها كخارج الفاتحة، فإذا أثناء قراءة الفاتحة لو عتس ماذا يفعل؟ يسن له هذا الحمد، ومع سنية الحمد لو حمد بطلت موالاة الفاتحة، يجب عليه استئناف الفاتحة. نعم. إذن الضمير من قوله فيها خ
خارجها كلاهما يرجعان إلى الفاتحة ثم لشعاره إذن المحذور يعني بفوات الموالاة يكون في الفاتحة فقط أما في التشهد هل تجب الموالاة أو لا هذا مختلف فيها الراجح ليس بواجب فإذن أثناء الفاتحة فقط هذا المحذور يعني فوات الموالاة ثم هذا حمد عاتش أما تسمية العاتش بقوله يرحمك الله هذا الخطاب يعني يبطل الصلاة لذلك بالخطاب لا يشمت لو يعني شمت بصيغة الغيبوبة وقال يرحمه الله فلا يبطل صلاته هنا على كل حال إن هذا ليس بمطلوب في الصلاة أما حمد عاتس هو مطلوب لشعاره بالإعراض لماذا تفوت الموالاة بتخلل ذكر أجنبي تفوت لإشعاره هذا علة لفوات الموالاة ووجوب قراءة إعادة قراءة الفاتحة فإذا لإشعاره اللام متعلقة بقوله فيعيد يعيد لإشعاره هذا اشتغال بذكر أجنبي يشعر بالإعراض يعني عن الفاتحة كأنه عرض عن الفاتحة لذلك يستأنف ثم لا بتأمين وسجود ودعاء لقراءة إمامه يعني هناك حينما ذكر المصنف بتخلل ذكر أجنبي أضاف هناك صفة يعني لا يتعلق بالصلاة فإذا هذه الأمثلة التي سبقت يعني بعد آية من غيرها هذا ليس مشروعا في ذلك المكان لذلك ليس له تعلق بالصلاة ثم هذا حمد عاتس كذلك جواب مؤذن كل هذا لا يتعلق بالصلاة أما ما يتعلق بالصلاة ومثاله هذا الآتي هذا الذي يقول لا يعيد الفاتحة بتخلل ما له تعلق بالصلاة كتيمين وتيمين لما لقراءة إمامه هذه ثلاثة ترجع إلى قراءة إمامه إذن لقراءة إمامه يتعلق بالدعاء ويتعلق بالسجود ويتعلق بالتيمين جميعا فإذن المأموم يؤمن لقراءة إمامه ويسجد لقراءة إمامه ويدعو لقراءة إمامه هذه الثلاثة أين أثناء الفاتحة مثلا هو وصل إلى مالك يوم الدين عندئذ فرغ الإمام من فاتحته عندئذ يؤمن أمن هذا المأموم فلا تفوت موالاة قراءته الفاتحة أو يعني حينما كان المأموم أثناء الفاتحة مثلا هكذا إياك نعبد وإياك نستعين عندئذ سجد الإمام لأجل التلاوة سجود التلاوة فإذن هو يوافق الإمام واجب هذه الموافقة ثم بعد نهوضه من هذا السجود بعد ارتفاعه من هذا السجود لا يعيد الفاتحة من أولها ولا يستأنف بل يقرأ الباقي فقط لأن هذا سجود له تعلق بالصلاة تأمين وسجود لتلاوة إمامه معه فإذن في المتن يتعلق بقراءة إمامه الشارع هنا قدر لماذا سجد أو أمن لتلاوة إمامه ثم هذا التأمين والسجود مع من؟ مع الإمام فإذن مثلا الإمام يعني قرأ آية السجدة ثم لم يسجد وهذا الرجل سجد فإذن حكمه آخر لذلك قال معه خرج به ما إذا لم يسجد إمامه فلا يسجد هو وإلا بطلت صلاته ليس هذا معه ليس هذا قوله معه للاحتراز عن فوات الموالاة بل في ذلك الوقت تبطل صلاته إمام لو لم يسجد للتلاوة بل هو منفرد سجد موموم سجد
تبطل صلاته. نعم. وكذلك دعاء، دعاء أي دعاء هذا؟ يعني دعاء مطلوب له تعلق بالصلاة، ليس مطلق دعاء. لذلك الذي يذكر بعده بيان لهذا الدعاء من سؤال رحمة، هو يسأل الرحمة، أو استعادة من عذاب، أو يستعيذ من عذاب، أتفن لا سؤال استعادة، وقول بلاء كذلك. هذا ليس مثالا للدعاء، بل هذا أمر رابع، تخلل ما له تعلق بالصلاة، أولا تيمين ثم سجود ثم دعاء ثم الرابع قول بلاء، وإنا على ذلك من الشاهدين، وهذا القول أو يعني أمثاله مما يسن في القراءة لقراءة إمامه. كل هذا لقراءة إمامه الفاتحة، هذا قراءة الفاتحة يرجع إلى أين؟ إلى مسألة التيمين. أو آية السجدة، يعني قرأ الإمام آية السجدة، فهذا يرجع إلى الثاني يعني سجود. ثم أو الآية التي يسن فيها ما ذكر، يعني لقراءة إمامه ماذا قرأ؟ الآية، أية آية يسن فيها ما ذكر، أي شيء يسن، يعني إما سؤال رحمة يسن، أو استعادة من عذاب مسنونة، أو قول بلى وإنا على ذلك من الشاهدين، ونحن على ذلك من الشاهدين، هكذا. فإذن هذا القول مسنون. فإذن ما ذكر المراد به هذه الثلاثة، يعني سؤال رحمة، استعادة من عذاب، قول بلى وإنا على ذلك، ونحن على ذلك من الشاهدين. فإذن هكذا قرأ. فإذن هذا على اللف والنشر المرتب، كل يرجع واحدا واحدا إلى الأول والثاني، هكذا. لكل من القارئ ما ذكر يسن، لكل من القارئ والسامع إماما أو غيره في صلاة وخارجها. لمن يسن؟ ما ذكر يسن، يعني الرحمة يسن، سؤال الرحمة يسن، أو الاستعادة من عذاب يسن، أو قوله بلى ونحن على ذلك من الشاهدين، أو بلى وإنا على ذلك من الشاهدين. هذا القول مسنون لمن؟ لكل من القارئ، الذي قرأ هنا في سورتنا في مسألتنا الإمام هو الذي قرأ، والسامع، السامع ممكن يكون مأمومه، أو يعني هناك رجل جالس وهنا رجل آخر يصلي، فإذن هذا غير المأموم هو الذي سمع، يسن له أيضا مأموما أو غيره. هذا التعميم يرجع إلى السامع. ثم في صلاة وخارجها، ثم تعميم آخر، يعني يسن للقارئ، القارئ إما يكون في صلاة قرأ، أو يعني خارج الصلاة قرأ، أو السامع إما يكون موموما، لو كان موموما هو في صلاته، أما غير الموموم إما يكون في صلاة أو خارجها. نعم. ولو قرأ المزني، فإذن يسن هذه الأمور، لكن لو يعني أتى بهذه الأقوال أو بهذا الدعاء لا لقراءة إمامه، مثلا رجلان يصليان، رجل قرأ آية فيه ذكر الرحمة أو ذكر العذاب، فإذا المصلي الثاني استعاذ من عذاب أو يعني سأل الرحمة، فهذا الرجل الأول القارئ ليس إمامه، فإذا فاتته الموالاة، مع أنه يندب له هذا السؤال وهذا الدعاء كما ذكرنا في حمد العاتس، ثم بعد ذلك هو يستغني بالفاتحة. نعم. نعم جهر، نعم جهرا جهرا في الصلاة الجهرية، هذا جهرا حتى للموموم ليس للإمام، الموموم أيضا جهرا يقول، يعني بلى نحن على ذلك من الشاهدين، أو يعني اللهم أعذنا من عذاب الأكبر، عند ذكر العذاب الأكبر يسأل الاستعاذة، ثم وهذا يسأل جهرا. نعم. ثم
ولو قرأ المصلي آية أو سمع آية فيها اسم محمد صلى الله عليه وسلم لم تندب له الصلاة لم تندب الصلاة عليه كما أفتى به النووي رحمه الله. ثم هو ذكر الفرق بين ما له تعلق بالصلاة وما لا تعلق بالصلاة تعلق له بالصلاة. لو كان هذه الأمور له تعلق بالصلاة فنطق بها أثناء أتى بها أثناء قراءة الفاتحة فلا تفوت الموالاة. لو أتى بما بذكر ليس له تعلق بالصلاة تفوته الموالاة يجب عليه استئناف قراءة الفاتحة. فإذا رجل سمع ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم فهل يسن له الصلاة لو كان في الصلاة؟ يسن له الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يسن. فإذا هذا أجنبي معناه هذا أجنبي لو صلى هكذا أثناء الفاتحة تفوته الموالاة. هذا خلاصة على ما ذكر الإمام النووي رحمه الله لا تندب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قرأ المصلي آية أو سمع آية فيها اسم محمد. هذا الآية ليست بخاصة بل بسبب يعني الغلبة ذكرها هكذا أو بسبب المقابلة يعني فيما سبق سؤال رحمة أو يعني استعادة من عذاب أو قول بلى وإنا على ذلك من الشاهدين. وهذه تأتي في قراءة الآية فإذا بسبب المقابلة هذا قال. لكن هذا لا تندب ليس بمسنون ولا مندوب. لماذا؟ لأن هذا يبطل على قول هذا نقل قول لا نقل ركن قولي. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو ركن من أركان الصلاة. ركن نقل ركن قولي مبطل على قول. فإذا رجل قرأ الفاتحة في السجود أو يعني في الجلوس أو قرأ التشهد في القيام فهذا هو نقل ركن قولي. فهل يبطل الصلاة أو لا يبطل الصلاة فيه خلاف أن الراجح لا يبطل لكن على قول تبطل الصلاة به. اعتبارا لهذا الخلاف قال الإمام النووي رحمه الله هكذا. فإذا لو كان عدم ندم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بسماع اسمه سببه لو كان راجعا إلى هذا المبطل بناء على قول مرجوح. وهذا هذا يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر مبطلا متى؟ لو كان بإظهار اسمه يعني هكذا رجل قرأ آية مثلا رجل قرأ آية يعني محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم فإذا سمع اسم محمد فإذا السامع يعني صلى عليه بإظهار اسمه وقال صلى الله على محمد وهذا هو المبطل. فإذا لو يعني صلى عليه بالإضمار وقال صلى الله عليه وهذا ليس بمبطل. فإذا لن تندب الصلاة عليه معناه بإظهار بالإظهار يعني بالإتيان بالاسم الله لا تندب وإلا تندب للاختلاف في بطلان الصلاة بنقل ركن قولي لا بالإضمار فتندب الصلاة عليه في الأقرب بالضمير هكذا يعني كتب بعض مشايخنا بالضمير. والظاهر أنه لا فرق بين أن يقرأ أو يسمع. وعلى هذا التفصيل حمل ابن حجر في شرح العباب إفتاء النووي هكذا حمل ابن حجر رحمه الله في شرح العباب هذا الفتوى فتوى الإمام النووي رحمه الله. فإذا لم تندب الصلاة عليه يعني بالإظهار لا بالإضمار.
نعم عادة الناس يعني يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر اسمه أو عند سماع اسمه بالإضمار عادة لا يصلون بالإظهار بل يصلون بالإضمار نعم لو صلوا بالإظهار يعني يطلب صلاة أخرى بالإضمار هكذا هو يعني كلما يسمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الصلاة عليه وإلا يعتبر بخيلا كما ورد في الحديث البخيل يعني من ذكرت عنده ولم يصلي علي هو البخيل فإذا هو قال ممكن بسبب سماع اسم النبي صلى الله عليه وسلم من آخر قال صلى الله على محمد إذن هو سمع مرة ثانية هذا اسم محمد لو لم يصلي عليه يعتبر بخيلا لذلك يطلب هناك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم هكذا لذلك يعني هذا انتبه إلى هذه النقطة أسلافنا من العلماء والصالحين لذلك حينما يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات مثلا بعد عند انفصال مجلس أو يعني يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم عشر مرات هكذا فإذن هم يصلون عشرين مرة أو ست مرات لماذا؟ هم يصلون صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ثم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ثم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم هذه ثلاثة عندهم لماذا؟ هذا صلى الله على محمد هو المعتبر بالتعداد ثم بعده يصلون على هذا الاسم ويقولون صلى الله عليه وسلم فإذا هذا صلى الله عليه وسلم بالإضمار يرجع إلى هذا الاسم الأول إلى نعم هكذا سلافنا يعني انتبهوا إلى هذه النقطة ويطبقون في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ولا بفتح عليه كذلك لا يعيد الفاتحة بالفتح على الإمام الفتح يعني لو توقف يلقنه ما يلي يلقن يعني القراءة من القراءة ما يلي ما نسيه ما يريد أن يقرأ هذا معنى الفتح التلقين عليه أي الإمام متى هذا إذا توقف فيها يعني الإمام توقف يعني ارتج في الفاتحة لكن عند الفتح يجب النية أي نية بقصد القراءة لو كان الفتح بنية الفاتح فقد تبطل الصلاة عند الإمام ابن حجر رحمه الله عند ابن حجر وعند الرملي جميعا لذلك قال ينبغي أن يفتح على الإمام بقصد القراءة ولو مع الفتح فإذا هو قصد القراءة مع قصد الفتح على الإمام فلا بأس يعني ينبغي أن يكون قصد القراءة فإذا هناك يكون يعني على الأقل يعني أربع صور مثلا وهو يفتح على الإمام بدون أي نية لا بقصد قراءة ولا بقصد فتح بل يعني بدون قصد قرأ هذا الآية فتحا عليه أو يعني يكون له قصد القراءة فقط أو يعني يكون قصد الفتح فقط أو يكون هذان القصدان هكذا أربع صور في هذه الصور الأربع يعني تبطل الصلاة عند الإمام ابن حجر في الصورتين الصورتين يعني صورة الإطلاق بدون أي نية أو في صورة قصد الفتح أما لو قصد القراءة والفتح جميعا أو لو قصد القراءة فقط لا تبطل هكذا أما عند الإمام الرملي رحمه الله تبطل الصلاة في صورة واحدة فقط يعني سورة في سورة الإطلاق لا تبطل الصلاة عنده نعم ومحله كما قال شيخنا رحمه الله إن سكت متى يفتح يعني لو سكت الإمام وإلا قطع الموالاة
وإلا يعني هو لم يسكت بل يردد آيته، يعني هو أثناء القراءة توقف ثم لم يسكت، بل ماذا يفعل الإمام؟ هو يردد يكرر الآية السابقة. أثناء هذا التكرار والترداد والترديد لو فتح عليه يفوت الموالاة. لماذا؟ متى يطلب الفتح؟ لو سكت فقط، لو لم يسكت ليس الفتح مطلوبا. لذلك هو كأنه أتى بشيء أجنبي حيث لم يكن الفتح مطلوبا، لذلك هذا القيد، وإلا قطع الموالاة. ثم وتقديم نحو سبحان الله قبل الفتح يقطعها على اللوجه، يعني قبل الفتح ماذا فعل؟ هو قدم سبحان الله، يعني قال سبحان الله لأجل تنبيه الإمام، ثم بعد ذلك فتح عليه. فهذا قوله سبحان الله مقدما على الفتح يبطل الموالاة. يقطع الموالاة أو لا؟ نعم، على اللوجه يقطع الموالاة. لماذا؟ لأنه حينئذ بمعنى تنبه. ثم ويعيد الفاتحة. وهذا تقديم نحو سبحان الله قبل الفتح فقط. أما يعني لو وقع للإمام خلل يعني بترك ركن من أركانه، مثلا هو ترك الركوع وذهب مباشرة إلى السجود، فهذا المأموم أثناء الفاتحة فيأتي بسبحان الله تنبيها وهناك لا يفوت. فهذا الفوات يعني تقديم نحو سبحان الله على قبل الفتح، هناك هذا الخلاف. ثم ويعيد الفاتحة كذلك يبين يعني ما يبطل الموالاة يقطع الموالاة شيئا آخر. يعيد الفاتحة بتخلل سكوت طال فيها، يعني أثناء الفاتحة هو سكت سكوتا طويلا. يعيد الفاتحة يعني به أيضا تنقطع الموالاة بحيث زاد على سكتة الاستراحة. هذا الطويل كيف يعتبر؟ طويل يعني الزائد على سكتة الاستراحة. سكتة الاستراحة معناه سكتة التنفس، هذا هو. ثم كما علم مما مر بلا عذر فيهما، أنا بلا عذر فيهما يعني في تخلل ذكر أجنبي كذلك سكوت طال في هذين لو لم يكن عذر. فإذن فيهما الضمير يرجع إلى القريب والأبعد. الأبعد يعني تخلل ذكر أجنبي هو أبعد، بعيد جدا. ثم هذا الأقرب سكوت طال فيهما لو لم يكن عذر. فإذا لو كان عذر في أحدهما فلا بأس. ما هو العذر؟ الجهل. الجهل يعني غير مقصر كما سبق. ثم وسهو كذلك ممكن، سهى أنه في الصلاة أو في الفاتحة ثم نطق فلا بأس. فلو كان تخلل الذكر الأجنبي بالسكوت الطويل سهوا أو جهلا، أو كان السكوت لتذكر آية يعني هو نسي الآية التي بعدها بعد الآية التي قرأها، لأجل ذلك يعني استذكارا للآية سكت قليلا فلا بأس. قليلا يعني طويلا، أكثر من سكتة الاستراحة والتنفس لا يضر، يعني لا تنقطع الموالاة. كما لو كرر آية منها في محلها، لو كرر آية في محلها لا تنقطع الموالاة. ولو لغير عذر بدون حاجة هو كرر أو عاد إلى ما قرأه قبله واستمر على اللوجه. نعم، مثلا هو وصل إلى وإياك نستعين، بعد الفراغ من إياك نستعين رجع إلى ما قبله، يعني قرأ مالك يوم الدين. ثم لو استمر
فلا تبطل الموالات، يعني هو بعد ذلك قرأ مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين هكذا جاء. إذن لو قرأ يعني مجرد مالك يوم الدين ثم بعد ذلك ترك إياك نعبد وإياك نستعين ثم قرأ اهدنا الصراط المستقيم هذا تخلل، يعني تنقطع به الموالات. لذلك قال استمر على الوجه. ثم فرع لو شك في أثناء الفاتحة هل بسملة فأتمها ثم ذكر أنه بسملة عاد كلها على الوجه، وهذا يعني سبب آخر لانقطاع الموالاة. ما هو؟ رجل شك في أثناء الفاتحة هل بسملة، هذا البسملة ليس قيدا، أو يعني أثناء الفاتحة هو شك هل حمدلا، يعني هل قرأ آية الحمد لله رب العالمين، هو يذكر يعني قراءة بسم الله الرحمن الرحيم ثم يشك، يعني بعد ذلك قرأ مالك يوم الدين، ممكن يشتبه هكذا بسم الله الرحمن الرحيم هناك الرحمن الرحيم، وهذا نفسه يوجد بعد الحمدلة، يعني الحمد لله رب العالمين بعده الرحمن الرحيم ممكن، فهذا الرجل يندلق من قوله بسم الله الرحمن الرحيم إلى مالك يوم الدين، هكذا شك أمتى شك قبل الفراغ من الفاتحة. ثم ماذا فعل؟ هو لم يقرأ البسملة، أو يعني هذا الذي شك فيه لم يقرأ ولم يبني عليه بل استمر عليه هكذا تم الفاتحة. بعد إتمام الفاتحة هو ذكر، ماذا ذكر؟ أنه كان قرأ البسملة أو كان قرأ هذا المشكوك فيه، فإذا يجب عليه الإعادة. لماذا؟ أعاد كلها على الوجه لأجل تقصيره، يعني هو قصر في القراءة لأجل ذلك، لتقصيره بما قرأه مع الشك، فصار كأنه أجنبي. وهذا الذي ذكر، يعني هنا تنقطع الموالاة، يجب عليه استئناف هذا الذي قاله ابن سريج رحمه الله، لكن إمام البغوي رحمه الله قال لزمه إعادة ما قرأه على الشك لاستئنافها، لأنه لم يذهل فيها لم يدخل فيها غيرها، يكفي الاستئناء مما شك، يكفي من هناك. ثم ولا أثر لشك في ترك حرف فأكثر من الفاتحة أو آية فأكثر منها بعد تمامها، يعني يبين مسألة الشك في الفاتحة، يعني في بعض حروفها أو في بعض آياتها، متى شك هذا؟ شك في ترك حرف فأكثر من الفاتحة أو آية، يعني في ترك آية أو أكثر من آية كما ذكرت من الأمثلة. متى شك؟ بعد تمامها، يعني بعد تمام الفاتحة، هو الآن يقرأ السورة أثناء قراءته السورة أو بعد فراغه، يعني بعد قوله فراغه من قوله آمين أو من آية وللضالين، بعد ذلك هو يشك، يعني أنا قرأت الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هكذا تركت الميمة، أو يعني مالك يوم الدين إياك هكذا هل تركت همزة من إياك هكذا يشك، أو يعني هكذا يشك هل ترك البسملة أو الحمدلة هكذا بعد الفراغ. فإذا لا يضر هذا، لا أثر للشك، يعني لا يضر، بل هو ملا ما ملا لأجل ذلك، يعني يركع أو يقرأ سورة هكذا، لأن الظاهر حينئذ مليها تامة، لو ملا شيء الظاهر أنه يملي تامة. ثم فإذا هنا اختلف الشك الأصل والظاهر، يعني هنا الشك هل قرأ أو لم يقرأ، فالأصل أن لا يقرأ، ماذا شك؟ القراءة أو لم يقرأ،
فالأصل أن لا يقرأ هكذا. ثم الظاهر ماذا؟ لو تم شيء أنه ملا تاما، هذا هو الظاهر. فإذن هنا تعارض بين الأصل والظاهر، هنا يرجح الظاهر هذا الذي قال. ثم واستأنف وجوبا إن شك فيه قبله، يعني قبل شك فيه في ترك حرف أو آية أو أكثر، هذا الضمير يرجع إلى الترك. لو شك قبله يعني قبل التمام، كما لو شك هل قرأها، يعني هو يشك هل قرأ الفاتحة تماما، يجب عليه الاستئناف، يعني هو حاليا يقرأ السورة، يعني أثناء قراءة السورة هو شك هل قرأ الفاتحة أو لا، أو يعني هو لم يشرع قراءة السورة هو قائم يشك هل قرأ الفاتحة أو قرأ دعاء الاستفتاح فقط، وهكذا يشك في أصل القراءة، يجب عليه استئناف الفاتحة. أو لا، نعم، هل قرأها أو لا، لأن الأصل عدم قراءتها، وإذن هنا الأصل فقط، ليس هناك ظاهر يعارضه كما في السورة الماضية. وكالفاتحة في ذلك سائر الأركان، يعني في هذا الشك سائر الأركان كذلك، يعني فلو شك في أصل السجود مثلا أتى به أو بعده في نحو وضع اليد لم يلزمه شيء. يعني رجل وجلس بين السجدتين، جالسا بين السجدتين هو شك هل كان وضع اليد في سجوده أو كان وضع يعني أصابع رجله مستقبلا للقبلة، يعني باطن أصابع رجله، هكذا يشك. متى يشك؟ بعد الفراغ من السجود، يعني جالسا بين السجدتين مثلا أو قائما أو جالسا للتشهد، هكذا بعد الفراغ من السجود فلا يفعل شيئا. لو شك يعني في أصل السجود مثلا، وهذا جالسا يشك هل سجدت سجدتين أو سجدة واحدة، فإذن في فعل سجدة عنده شك، فإذن هو يسجد سجودا. نعم، فلو شك في أصل السجود مثلا أتى به أو بعده في نحو وضع اليد لم يلزمه شيء، ولو قرأها غافلا ففطن عند صراط الذين ولم يتيقن قراءتها لزمه استئنافه. وهذا رجل كان غافلا عن قراءتها، يعني شارد الذهن، ثم ففطن، يعني كأنه استيقظ واندبها، أين؟ عند قوله صراط الذين أنعمت عليهم، يعني هو وصل إلى آخر الفاتحة، ولم يتيقن قراءتها، قراءة أي شيء؟ قراءة ما قبلها، ثم لزمه استئنافها. نعم، هكذا ممكن يقع. فإذن هذا شك في أثناء الفاتحة في جزء من الفاتحة، يجب عليه الاستئناف. لماذا؟ عند الشك الأصل عدم القراءة، ولم يتيقن قراءتها، يعني قراءة الفاتحة، لزمه استئنافه. ويجب الترتيب في الفاتحة بأن يأتي بها على نظمها المعروف. ثم هذا الترتيب في الفاتحة بأن يأتي بها على نظمها المعروف، هذا واجب. لا في التشهد ما لم يخل بالمعنى، أما هذا يعني الترتيب ليس واجبا في التشهد بل هو سنة فقط. متى هذا؟ ما لم يخل بالمعنى. فإذن مثلا في التشهد ماذا فعل؟ هو أولا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليك أيها النبي، هكذا. ثم قال التحيات لله، التحيات المباركات الصلوات لله، فلا بأس. لماذا؟ لم يتغير المعنى، هذا التحيات لله ثم الصلاة على النبي، هكذا. أو يعني وعلى عباد الله، السلام على عباد الله الصالحين وعلينا،
فلا بأس، لكن في الفاتحة ليس كذلك. وهذا في الفاتحة وكذلك بالنسبة إلى آيات القرآن كلها هكذا، سواء كانت القراءة في الصلاة أو خارج الصلاة يجب بالنسبة إلى آيات القرآن هذا الترتيب، إلا لأجل التعليم، ممكن لأجل التعليم يجوز العكس، يعني أولا مثلا هذا حينما تعلم الفاتحة من البداية علم، لكن هناك مثلا آية لم يدرسها هذا الطالب، فإذا هذا يعلم ثم ينظر ماذا حالها الآية التي قبل هذه الآية ثم يعلمها، هكذا ممكن، المعلم يحتاج إلى العكس فلا بأس. أما قراءة سور القرآن آي القرآن ينبغي أن يكون على الترتيب، العكس فيه يحرم. أما بالنسبة إلى السور وهو سنة فقط، مثلا واحد يقرأ يعني سورة آل عمران ثم يقرأ سورة البقرة ثم يقرأ الفاتحة، أو يعني هو من الآخر قرأ إلى الفوق إلى الفوق، يعني أولا قرأ سورة الناس ثم يعني الفلق ثم الإخلاص ثم المسد، هكذا يعني عكس، أو يعني خلط بين السور، مرة قرأ سورة الكهف ثم بعده قرأ يعني سورة البقرة بعده قرأ سورة ياسين وهكذا عكس. فإذا حينما يقرأ القرآن خارج الصلاة أو يريد أن يختم القرآن لا يشترط الترتيب بين السور، بل هو مندوب كما ذكر الإمام النووي رحمه الله في التبيان في آداب حملة القرآن، هو بيّن هذا. فإذا هنا هذا شرط، لذلك يجب الترتيب، لو أخلى بهذا الترتيب يعني يجب عليه الاستئناف بأن يأتي بها على نظمها المعروف لا في التشهد ما لم يخل بالمعنى، لكن يشترط فيه رعاية تشديدات، أين في التشهد، يعني التشهد يشترك مع الفاتحة في بعض الأمور ويختلف معها في بعض الأمور، الموالاة والترتيب ليس واجبين في التشهد بخلاف الفاتحة. أما رعاية التشديدات وموالاة كالفاتحة هنا يعني هو رجع القول المرجوح عند ابن حجر رحمه الله، نعم، لكن يشترط فيه رعاية التشديدات، ليس رعاية التشديدات فقط بل رعاية الحروف، رعاية مخارج الحروف كلها معتبرة واجبة في التشهد أيضا، ثم وموالاة كالفاتحة، وهذا هل يجب الموالاة في التشهد أو لا فيه خلاف عند الإمام ابن حجر رحمه الله، ليس بواجب، لكن الشارع هنا خالف شيخه في هذه المسألة. في التحفة ذكر وصرح في التتمة بوجوب موالاته وسكتوا عليه وفيه ما فيه، هكذا وفيه ما فيه، هكذا قال في التحفة تضعيفا لهذا. على كل حال عند الشارح يعني زين الدين المخطوم رحمه الله يجب الموالاة كالفاتحة، يعني تشديدات واجبة موالاة واجبة كالفاتحة. ومن جهل جميع الفاتحة ولم يمكنه تعلمها قبل ضيق الوقت ولا قراءتها في نحو مصحف لزمه قراءة سبع آيات، لو لم يعني يعلم الفاتحة ماذا يفعل؟ هل يصلي أو يترك الصلاة؟ هذا ركن من أركان الصلاة، لا يترك الصلاة، بالنسبة إلى الصلاة ذكرنا هو يصلي كيف قدر، فإذن هنا وهو يعلم سبع آيات من غير الفاتحة لا يحفظ الفاتحة،
أو ليس بإمكانه هذا قراءة الفاتحة نظرا في مصحف أو تلقينا من آخر إلى حينما بينت يعني وجوب قراءة الفاتحة قلت إما حفلا أو نذكر يعني نظرا أو تلقينا وهذا أيضا ليس بممكن يجب عليه من جهل جميع الفاتحة يعني لم يحفظ ولم يمكن تعلمها قبل ضيق الوقت ولا قراءتها يعني لا يمكنه قراءة الفاتحة في نحو مصحف أو يعني من ملقن لا يمكن لزمه قراءة سبع آيات يعني لو كان يحفظ أو هكذا رجل آخر يعلم أو يعني ينظر في المصحف مثلا وهو يعلم قراءة اللغة العربية وعنده صفحة من المصحف وهذه الصفحة ليست صفحة الفاتحة وهو لا يحفظ الفاتحة وفي هذه الصفحة الموجودة عنده سبع آيات فإذا يقرأ هذا سبع آيات بدل الفاتحة نعم ولو متفرقة ثم هذه سبع آيات لا يشترط فيها التواصل يعني التوالي بل سورة آية من بقرة وآية من سورة الإخلاص هكذا لا ينقص حروفه عن حروف الفاتحة ثم لا يكفي يعني عدد سبع للآيات بل يعتبر فيه حروف يعني حروف هذه الآيات السبعة ينبغي أن تساوي حروف الفاتحة سبقا ذكرنا كم حرف الفاتحة فإذن بقراءة ملك يختلف فإذن بقراءة ملك ذكرنا 155 فإذن ينبغي أن تكون في هذه الآيات السبعة هذه الحروف يعني لو نقص عن هذه الحروف يجب عليه زيادة تعداد الآيات يقرأ 8 آيات أو 9 آيات أو 10 آيات وهكذا يعني استيفاء الحروف هو المهم ثم لا ينقص حروف وهي بالبسملة والتشديدات 156 حرفا بإثبات ألف مالك نعم ولو قدر على بعض الفاتحة كرره ليبلغ قدرها إن لم يقدر على بدل فإذا هذا رجل يعلم بعض الآيات من الفاتحة وهذا فقط يعلم يعني هو درس إلى مالك يوم الدين فقط فإذا يكرر هذا أو وهو يعلم بعض الآيات من الفاتحة وبعض الآيات من غير الفاتحة ماذا يفعل وهو يقرأ ما يعلم من الفاتحة ويأتي ببدله من غير الفاتحة إما هكذا من آيات القرآن أو ما سيأتي من البدل ماذا سيأتي من البدل من أنواع الذكر هكذا ثم فسبع على البدل إن لم يقدر على البدل يكرر ثم فسبعة أنواع من ذكر كذلك يعني لو لم يستطع أن يأتي بسبع آيات ماذا يفعل يلزمه قراءة سبع آيات هذا هو لا يعلم هكذا سبع آيات فسبعة أنواع من الذكر يعني لا يعلم شيئا من آي القرآن لو كان يعلم هكذا إما تكرار كذا كذا ذكرنا فإذا هذا مرتبة لا يعلم شيئا من آي القرآن بل يعلم أنواع من الذكر فإذا هو يعلم الله أكبر كذلك لا إله إلا الله كذلك سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي الذي حسبي الله ونعم الوكيل هكذا هو يعلم أنواع من الذكر فإذا يأتي بسبعة أنواع لو كان يعلم ثم كذلك ما معنى كذلك لا ينقص حروفها عن حروف الفاتحة هكذا فوقوف قدرها ثم المرتبة الأخيرة فهذا رجل لا يعلم شيئا من الآي والأذكار ماذا يفعل هو يقف صامتا ساكتا قادرا قراءة الفاتحة هذا واجب آخر واجب هكذا ثم يستمر في صلاته فإذا لو لم يعلم شيئا من الآي والأذكار
لا يعلم التحية التشهد ولا يعلم الصلاة ولا يعلم الفاتحة، ماذا يفعل؟ هو يصلي باتيان الأركان الفعلية هكذا.